بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبي المجتبى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، من المسائل التي فارق فيها المبتدعة أهل السنة مسألة الأسماء والإيمان، مسألة الأسماء والإيمان، ومن جملة مسائل الإيمان علاقة العمل بالإيمان. وعندما تكلم السلف في علاقة العمل بالإيمان فإنهم تكلموا بالمسميات أو بالأسماء الجامعة التي أتت بها النصوص في الكتاب وصحيح السنة. وعليه فكل مسألة لم يرد بها نص ولم يرد فيها أثر فطيها خير من نشرها، فطيها خير من نشرها، حتى ولو شقشق فيها المشقشقون وخاض فيها الخائضون فالإمساك أولى. وهذه المسألة التي نتحدث عنها اليوم أشرت إليها من قبل، وهي علاقة العمل بالإيمان. ليس العمل باعتباره شرطا للصحة أو للكمال، ولكن باعتبار العمل، باعتبار العمل داخلا في مسمى الإيمان، داخلا في مسمى الإيمان. وهذه المسألة مسألة أثبتها أهل السنة والجماعة، فالإيمان قول وعمل، قول وعمل يزيد وينقص، هاتان جملتان مهمتان جدا ولا بد لكل مسلم أن يحفظها. الإيمان إيه؟ قول وعمل، وإيه كمان؟ يزيد وينقص. فالذين قالوا بأن الإيمان هو القول، هو القول، ليسوا من أهل السنة بل هم المرجئة. والذين قالوا بأن الإيمان مجرد معرفة القلب ليسوا أيضا من أهل السنة بل هم الجهمية. إذن خالفت المرجئة والجهمية أهل السنة في مسألة دخول الأعمال مسمى الإيمان. فالذين قالوا بأن القول هو الإيمان هؤلاء هم المرجئة، هؤلاء هم المرجئة. ولازم كلامهم بأن المنافقين، بأن المنافقين مؤمنون، فالمنافقون يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. ربنا الكلام يقولون بألسنتهم ويقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، فهم كذبة في القول، فهم كذبة في القول. إذا جاءك المنافقون قالوا، قالوا مجرد قول، نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لإيه؟ لكاذبون. إذن القول الخلي عن العمل هذا نفاق، القول الخلي عن العمل هذا نفاق. طيب، الذين قالوا بأن الإيمان هو المعرفة، مجرد معرفة، هذا هو قول الجهمية، وهو أعظم خطرا من القول الأول. يعني هو أعظم خطرا من القول الأول، لأن لازم هذا القول بأن إبليس مؤمن، إبليس مؤمن، فإبليس كان يعرف أن الذي يأمره من؟ الله. إبليس كان عارف. ها؟ وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وإبليس لم يكن أبدا ملكا، وإنما كان إبليس جنا.
ولكنه لطاعته وعبادته وامتثاله لأمر الله كان مع الملائكة، كان مع الملائكة. إذن وجوده مع الملائكة لا يعني أنه من جنسهم، فالملائكة خلقت من نور، والجن خلق من نار السموم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وبذلك أتى النص في القرآن، وكذلك أتى النص في القرآن أن الجن خلقت من نار السموم في سورة الحجر، في سورة الحجر. طيب، فلازم قول الجهمية أن إبليس مؤمن. لماذا؟ لأن إبليس يعرف الله عز وجل. ولازم هذا القول بأن اليهود المكذبين بالنبي صلى الله عليه وسلم كانوا مؤمنين، لأنهم كانوا يعرفون النبي عليه الصلاة والسلام. قال الله: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. سبحان الله، فلما جاءهم ما عرف وبعدين كفروا به، فكأن المعرفة لم تنف عنهم الكفر، فدل ذلك على أن المعرفة لم تغن عنهم فتيلا. إذا مجرد المعرفة لم تغن عنهم شيء، ومجرد القول لم يغن شيء، فدل ذلك على أن الإيمان قول وعمل، قول وعمل، قول ظاهر وباطن، وعمل ظاهر وباطن. فعندنا أربعة أشياء: قول ظاهر، وأعظم هذا القول الظاهر شهادة الحق، فريضة الوقت، لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، الكلمة الطيبة، كلمة الإخلاص، الكلمة التي جعلها باقية في عقبه إلى يوم يرجعون، الكلمة التي هي أثقل من السماوات والأرض إذا اجتمعت، يعني هذه الكلمة أثقل من السماوات والأرض إذا اجتمعت، الكلمة المباركة التي تنفع صاحبها مع سوء العمل، مع سوء العمل، كما في حديث البطاقة من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما في الترمذي وفي غيره وإسناده صحيح. إذن هذا قول ظاهر، وهناك قول باطن وهو الإقرار والتصديق، وهناك عمل ظاهر، عمل الجوارح، وعمل باطن، عمل القلب كالمحبة والانكسار والخوف والرغبة والرهبة إلى غير ذلك. إذن لابد من وجود الأعمال الظاهرة والباطنة. والله سبحانه وتعالى جعل العمل داخلا في مسمى الإيمان شريطة أن يكون العمل صالحا، يعني الشرط الوحيد ربنا ذكره في القرآن كي يكون العمل معتبرا داخلا في مسمى الإيمان أن يكون العمل صالحا. قال محمد بن الحسين وهو الآجري عليه رحمة الله: اعلموا رحمنا الله وإياكم يا أهل القرآن، يا أهل القرآن، ويا أهل العلم، ويا أهل السنن والآثار، ويا معشر من فقههم الله تعالى في الدين بعلم الحلال والحرام، أنكم إذا تدبرتم القرآن كما أمركم الله تعالى علمتم أن الله تعالى أوجب على المؤمنين بعد إيمانهم به وبرسوله، أوجب عليهم العمل، أوجب عليهم العمل، وأنه تعالى لم يثني من الثناء، لم يثني يمدح، لم يثني على المؤمنين بأنه قد رضي عنهم وأنهم قد رضوا عنه وأثابهم على ذلك الدخول إلى الجنة والنجاة من النار إلا بالإيمان والعمل الصالح. وقارن مع الإيمان العمل الصالح، وقارن مع الإيمان العمل الصالح، لم يدخلهم الجنة بالإيمان وحده، لم يدخلهم الجنة بالإيمان وحده، حتى ضم إليه العمل الصالح الذي وفقهم له. جميلة أول جملة: العمل الصالح الذي وفقهم له. تدبروها كده قليلا،
حتى ضم إليهم العمل الصالح الذي وفقهم له. كل عمل صالح تلبست به فأنت معان عليه، أنت معان عليه. يبقى كل الأعمال الصالحة ديت ليست بكسبك ولا بجدك ولا بجهدك، وإنما هو توفيق ومعونة من الله سبحانه. فصار الإيمان لا يتم لأحد حتى يكون مصدقا بقلبه، ناطقا بلسانه، عاملا بجوارحه، لا يخفى. واعلموا رحمنا الله تعالى وإياكم أني قد تصفحت القرآن فوجدت فيه ما ذكرت في أكثر، كلمة أكثر ديت من عندي لأن أكثر هذا الموضع، من 56 موضعا من كتاب الله عز وجل، أن الله تبارك وتعالى لم يدخل المؤمنين الجنة بالإيمان وحده، بل أدخلهم الجنة برحمته إياهم وبما وفقهم له من الإيمان به والعمل الصالح. وهذا رد على من قال الإيمان المعرفة، اللي هو كلام مين؟ الجهمية، أحسنت. ورد على من قال المعرفة والقول وإن لم يعمل، وهذا قول بعض المرجئة، نعوذ بالله من قائل هذا. ثم ذكر بعد ذلك الآيات التي ذكر الله تعالى فيها العمل الصالح داخلا في مسمى الإيمان، ومن جملة هذه الآيات قوله سبحانه: وبشر الذين آمنوا، وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. إذا وبشر الذين آمنوا إيه؟ وإيه؟ وعملوا الصالحات. سنحاول أن نسمع كلمة العمل الصالح مقترنا بالإيمان. وقال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. طيب، ثم خص من هذا العمل أقاموا الصلاة وإيه؟ وآتوا الزكاة. أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة للدلالة على أن من أعظم الأعمال الصالحات ماذا؟ الصلاة والزكاة. فخص الصلاة والزكاة بالذكر لمزيتهما وعظيم شأنهما، لمزيتهما وعظيم شأنهما. قال تعالى في سورة آل عمران: وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. يبقى الذين آمنوا وعملوا الصالحات الله تعالى يبشرهم بأنه سيوفيهم أجورهم. وقال تعالى في سورة النساء: والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. إذا والذين آمنوا وعملوا الصالحات بشرهم الله عز وجل بأنه سيدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار، لن يخرجوا منها بل خالدين فيها أبدا. ثم قال سبحانه: لهم فيها أزواج مطهرة لا يصيبهم من زوجاتهم في الجنة ما يصيب الرجال من أزواجهم في الدنيا.
وندخلهم ظلا ظليلا لدرجة أن الراكب فرسه المسرع ليجري بفرسه تحت الشجرة في الجنة نحو من 70 عاما أو 500 عاما لا يبلغ نهاية ظل هذه الشجرة. وهذا قول سبحانه وتعالى وظل ممدود، يبقى الشجرة الواحدة يجري الفرس تحتها 500 سنة لا يصل نهايتها. هذا ملك عظيم جدا، فالله سبحانه وتعالى جعل هذا الملك العظيم وهذا الفوز المبين لمن قارن الإيمان بماذا؟ بالعمل الصالح، أو قارن العمل الصالح بماذا؟ بالإيمان. قال سبحانه وتعالى وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. شوف الترتيب السياق الجميل ده، لهم مغفرة وأجر عظيم، فدل ذلك على أن بعض المؤمنين قد يتلبسون ببعض المعاصي والذنوب، فقبل أن يأجرهم الله سبحانه وتعالى بالأجر العظيم يعمل إذا الأول يغفر له، يعني قبل ما يتمتعوا في الجنة يكون الإيه؟ المغفرة. فدل ذلك على أن تطهر من ذنب المذنب قد يكون بالتعذيب وقد يكون بغيره، ومن جملة غير التعذيب الإيه؟ المغفرة. إذن هناك أمور يتطهر المؤمن بمقتضاها من ذنبه قبل أن يدخل الجنة، من ذلك قد يتطهر في النار، وقد يكون تطهر بشفاعة شافع، وقد يكون هذا التطهر بتوفيق من الله ورحمة من الله وإحسان من الله فيغفر له الذنب. ومن هذه الأحاديث الجميلة اللطيفة في هذا السياق بأن الله تعالى يلقي كنفه على عبده. ربنا ما يفضحوش برضك، لما يجي ربنا سبحانه وتعالى يحاسب عبده المؤمن إذا أذنب ما يفضحوش على رؤوس الخلائق، يستر برضك زي ما ستره في الدنيا يستر في الآخرة. نسأل الله تعالى أن يسرنا في الآخرة وأن يسرنا في الدنيا، قلوا أمين. فيلقي الله عز وجل كنفه عليه في الآخرة فيقرره بذنب، يا عبدي أنت عملت ذنب كذا، فيسكت فيقول يا عبد إني قد غفرت لك ذلك الذنب وأبدلته لك حسنة، فيقول أي ربي إن ذنبا كذا وكذا لم تقررني به، فلما بقى إن أنت يا رب يعني كل ذنب هتبدله لي حسنة، لا أنت في ذنوب ثانية بقى، فيضحك الله عز وجل ويأمر به فيدخل الجنة. رب كريم ويعامل العباد بعفوه وكرمه ولطفه وصفحه، لا يعامل العباد بما يستحقون، لا يعاملنا بما نستحق، لا يعاملنا الله بما نستحق، لا يعاملنا بما نحن أهله، وإنما يعاملنا بما هو أهله، وفارق بين المعاملتين. فجميلة، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم إيه؟ الأول مغفرة، وبعد المغفرة يجد إيه؟ الأجر العظيم. جميل ما شاء الله. وقال عز وجل في سورة الأنعام وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فمن آمن وإيه؟ وأصلح، أي من آمن وعمل عملا صالحا. وقال الله عز وجل في سورة براءة لكن الرسول والذين آمنوا معه، يبقى آمنوا معه بالإيمان، ومع الإيمان عملوا إيه؟ جاهدوا بأموالهم وأنفسهم. إذا الجهاد بالأموال والأنفس من جملة الأعمال الصالحة،
التي بشروا من أجلها، فقال سبحانه: وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. قال الأجري عليه رحمة الله: اعتبروا رحمكم الله بما تسمعون، اعتبروا بما تسمعون. لم يعطهم مولاهم الكريم هذا الخير كله بالإيمان وحده، حتى ذكر عز وجل هجرتهم وجهادهم بأموالهم وأنفسهم. وقد علمتم أن الله تعالى ذكر قوما آمنوا بمكة ولم يهاجروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا قال فيهم؟ إذن هم آمنوا ولكن لم يجمعوا مع الإيمان العمل الصالح الذي من أوجبه الهجرة إلى الله ورسوله في دار الهجرة إلى المدينة. ودي مسألة مهمة جدا، مسألة مهمة جدا يا إخواني، يعني مسألة واجبات الأوقات، دي مسألة مهمة جدا، واجبات الأوقات. النبي عليه الصلاة والسلام فرضت عليه الصلاة بمكة، ولكن لما أمر بالهجرة وأمر صحابته بالهجرة، فكان الواجب الآن في ذلك الوقت مع جملة الواجبات كالصلاة، كان من جملة الواجبات الهجرة. فهاجر الصحابة وهاجر النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، هناك بعض المؤمنين في مكة يؤمنون بالله والرسول ويصلون، ولكن لم يقوموا بواجب الهجرة، لم يقوموا بواجب الهجرة، فعدم قيامهم بواجب الهجرة جعلهم مؤاخذين، جعلهم مؤاخذين. إذن المؤمن لابد أن يعتني بواجبات الأوقات. افترضنا أن في هناك واحد أسلم، واحد من المشركين أسلم، حرب بين مصر وبين أمريكا، وفي أمريكا أسلم، يعمل إيه؟ أول ما هذا الصليب يسلم، أول حاجة تجب عليه في ذلك الوقت يعمل إيه؟ مش الصلاة، ولكن يجب عليه إيه؟ الجهاد. لأن الوقت وقت إيه؟ وقت إيه؟ وقت جهاد. زي ذلك العبد اليهودي في حصار صلى الله عليه وسلم لخيبر، أتى إليه عبد أظن اسمه مخيريق، أتى إليه ذلك العبد يهودي لم يركع لله ركعة فأسلم، فقال: يا رسول الله، ماذا علي؟ فقال: أن تجاهد في سبيل الله. فذهب فقاتل فأتاه سهم فقتل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام هو في الجنة ولم يركع لله ركعة. إذا الرجل لأول ما لقي الله محمد رسول الله، يبقى فريضة الوقت في ذلك بعد الشهادة هي هي الجهاد. فاشتغال المؤمنين بفرائض الأوقات من جملة الأمور المهمة التي يغفلون عنها. يعني الآن من واجبات الأوقات، من واجبات الأوقات عند المؤمنين إنهم يفكروا كيف ينهضون بالأمة كي تكون الأمة الإسلامية أمة فتية قوية في كل المجالات العسكرية والاقتصادية والثقافية والسياسية. ده من واجبات الأوقات. لا تفكر في نفسك ولكن فكر في أمتك، لا تفكر بطريقة القوقعة ولكن فكر بطريقة العقلاء. الأمة الآن في وضع مأساوي، في وضع متردي. الأمة الآن في حاجة إلى فكر أبنائها وجهد أبنائها المخلصين. مش كل واحد يفكر إزاي يبني البيت وإزاي يجمع الفلوس وإزاي يتجوز ويخلف بس كده إذا الدائرة بتاعته. لا، في هناك واجب زي ما ذلك العبد اليهودي، العبد اليهودي أول ما أسلم إيه المطلوب منه؟ روح قاتل في سبيل الله، ده المطلوب منه، يذهب يقاتل فيقتل. كذلك في هناك واجبات أنت لا تقوم به، من جملة هذه الواجبات أن تفكر للدين،
تفكر لدينك كيف يمكن أن يعز ذلك الدين، كيف يمكن أن يعز ذلك الدين. كل على حسب طاقته وقدرته. راجل مهندس إزاي يوظف الهندسة في خدمة الدين؟ ما تضير يخترع جهاز، يفتكر طريقة لصيانة الأجهزة المتعطلة، أخذ بالك إزاي؟ يشوف مثلا الناس في حاجة لإيه؟ في حاجة لمكن الخبيث، الأفران دي، الفرن ده الآلي أو النص آلي، المكنة لو فسدت أو قطع غير منها كسرت ولا بتاع يوقف المخبز، إذا الناس مش هياكل، مش هياكلوا العيش النهاردة لغاية لما يشوفوا راجل. طب إيه المانع إن الناس المهندسين يبتكروا ويكتشفوا أجزاء وقطع غيار وأجهزة؟ ده المهندسين. طب الأطباء لماذا لا يجتهد الأطباء في استكشاف الـ يعني أمراض جديدة لظواهر مرضية لا يعرفون لها تفسيرا؟ يعني في هناك أمراض الأطباء يحتارون حتى يجيب البطنة والصدرية والجراحة ويعملوا عملية استكشاف مش عارفين المرض اسمه ايه، لماذا لا يفكرون؟ طب واحد صيدلي لماذا لا يفكر في اختراع دواء جديد للمسلمين؟ وهكذا رجل تاجر لماذا لا يفكر في استثمار امواله، جزء من هذا المال يستثمره مع الله، هو بيستثمر امواله في الدنيا. طب يا اخي خلي جزء من هذا المال استثمره مع الله، عندك 500 مليون جنيه، ها تقلب 450 مليون وخلي 50 مليون تجري فيها مع الله وشوف ايه اللي يحصل لك، ماشي؟ وهكذا راجل بقال برضه كيف يمكن ان يستغل البقاله بتاعته في التجاره مع الله عز وجل. مدرس ما يقولش انا هشتغل في الفصل بال 200 جنيه اللي انا باخدهم، لا اشتغل في الفصل كانك صاحب رساله، والعيال دول اولادك، اولاد المسلمين، ربيهم صح وعلمهم صح وادبهم صح. راجل محاسب كل شيء، كل شيء لابد ان تفكر فيه كيف تقوم بواجب الدين في هذا الشيء. فمسألة واجبات الأوقات من جملة الواجبات التي ضيعها المسلمون، التي ضيعها المسلمون. من الأشياء الطريفة في الحرب 48، حرب 48 كان راجل تاجر، تاجر مصري، التاجر المصري ده اخترع مدفع كان المسلمون يقاتلون به اليهود، كان تاجر، تاجر حبوب وغلال اسمه يوسف طلعت. الرجل ده اخترع مدفع المسلمين كان بيضربوا به اليهود، طبعا كان جزاؤه عندما اتى هنا الى مصر يعني كان جزاؤه يعني جزاء مباركا، نياشين واوسمه ولكنها على حبل المشنقه. قال محمد بن الحسين رحمه الله: اعتبروا رحمكم الله بما تسمعون، لم يعطهم مولاهم الكريم هذا الخير كله بالإيمان وحده، حتى ذكر عز وجل هجرتهم وجهادهم بأموالهم وأنفسهم. وقد علمتم أن الله عز وجل ذكر قوما آمنوا بمكة، أيوة آمنوا بمكة، آمنوا بالله وبرسوله، ولكن لم يقوموا بواجب الوقت وهو إيه؟ الهجرة إلى المدينة، ولم يهاجروا مع رسوله. ماذا قال الله تعالى فيهم؟ اسمعوا، قال الله تعالى فيهم: والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا في سبيل الله. إذا قطع الله تعالى الولاء الإيماني، الولاء الإيماني بين المؤمنين في مكة والمؤمنين في المدينة إلى أن يهاجروا إلى المدينة. ثم ذكر قوما آمنوا بمكة، وطبعا إلا المستضعفين فهؤلاء معذورون، فالكلام على أصحاب القدرة، رجل أو امرأة يقدر أو تقدير على الهجرة ولكنهم قصروا في أداء هذا الواجب، فهؤلاء هم المؤاخذون. أما المعذورون من الضعفاء فإن الله تعالى أثبت عذرهم. قال تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم،
قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يجدون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم. إذن الكلام متوجه إلى من؟ إلى أصحاب القدرة. طيب، كل هذا يدل على أن الإيمان تصديق بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح، ولا يجوز غير هذا، لا يجوز غير هذا، يعني لا يجوز أن نخرج شيئا من هذه المعاني من جملة الإيمان. ولا يجوز غير هذا ردا على المرجئة الذين لعب بهم الشيطان. ميزوا هذا تفقهوا إن شاء الله، يعني ميزوا قول أهل السنة من قول غيرهم، تفقهوا أي تفهموا رحمكم الله. ثم يكرر وهذه المسألة ويزيدها بسطا في قوله، قال عز وجل في سورة يونس: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. إذن الذين هداهم الله إلى الجنان وإلى النعيم المقيم الذي تجري من تحته الأنهار هم الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وقال تعالى في سورة الإسراء: إن هذا القرآن، إن هذا القرآن، لم يقل إن القرآن، ولكن قال إن هذا القرآن، للدلالة على أن القرآن موجود مشار إليه في قلب كل مسلم. يعني كل مسلم القرآن مش بعيد عنه، فالقرآن في قلب وصدر كل مسلم. وبعدين القرآن مش معنى، فالقرآن في قلبك بدلالة الإشارة إليه، فلا يشار إلى غائب ولا يشار إلى معدوم، وإنما يشار إلى ماذا؟ إلى ماذا؟ إلى موجود. يعني لما نقول لك مثلا في واحد هيجم عليه أهو داخل علي أهو، ما بص ما تقش حاجة، الله سلامتك في دماغك وعقلك، إيه اللي حصل لك؟ أهو بيمشي، أهو جاي أهو، بس إحنا شايفين حاجة. لأن العرف اللغوي إن الإشارة لا تكون إلا لمعين، حاجة موجودة بالفعل. طب لو أشرت إلى شيء مجهول أو شيء غير معلوم، يبقى الكلام ده غير متصور، غير معقول، غير مقبول. فلما ربنا يقول إن هذا القرآن، يبقى القرآن ده إيه؟ موجود بالفعل. فموجود فين؟ موجود بركة وبركة، موجود على المقابر في اسطوانات المآتم الفتحة عند يعني صفقة بيع أو شراء أو عقد أو ما إلى ذلك، فتحة للنبي، ولك فتحة للنبي، الله. طب إيه اللي دخل النبي في الفتحة؟ طب ما تقول الفتحة لله، ها؟ وبعدين اشمعنى الفتحة؟ دي مسألة مهمة جدا. اليوم بعد صلاة العصر رجل فاضل أخبرني إن عدة زيجات أفسدت من أجل مسألة الفتح. ليه؟ طب لماذا الفاتحة؟ قالوا أنها سبع المثاني، يعني عشان هي سبع المثاني يبقى نقول الفتحة، يعني هي بركة عشان هي سبع المثاني. طب ما عندنا سورة، عندنا آية الكرسي، أعظم آية في كتاب الله آية الكرسي، أعظم آية. حديث أبي بن كعب: يا أبا المنذر، أتدري ما هي أعظم آية في كتاب الله؟ قال: أجل يا رسول الله، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فضربه رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدره فقال: ليهنأ لك العلم أبا المنذر، يعني ربنا يبارك لك في علمك. أعظم آية في كتاب الله آية الكرسي. طب ليه واحد، ليه ما في البيع والشراء والعقود وكده ما يقولش يلا آية الكرسي للنبي؟ مش معنى الفتحة بالذات يعني؟ يقول لك لأن هي افتتاح المصحف،
فدي بركة. طب وهل هذا الأمر فيه دليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا، لا نريد أن احنا نحدث أمور لم تكن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولا في عهد الصحابة، نحاول أن نقلل البدع ما استطعنا إلى ذلك من سبيل. يكفينا الخبرة، يا عم أنا جاي أخطب بنتك، أهلا وسهلا وأهلا وسهلا، انتهت القصة وقرص القصة على كده، لا فتح ولا تحيات. طيب، يبقى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، أي يهدي إلى السبيل القصد، إلى الصراط المستقيم. وقال للتي، لأن السبيل مؤنثة، تقول هذه سبيل، للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات. يبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وقال سبحانه وتعالى في سورة الحج، وتلاحظ إن أكبر سورة ورد فيها الإيمان والعمل الصالح سورة الحج. سورة الحج أكبر سورة ورد فيها الإيمان والعمل الصالح سورة الحج. فهذه المواضع قال الله: إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار، إن الله يفعل ما يريد. هذا الموضع الأول، إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات. وسأقول لكم لماذا أكثر موضع ذكر فيه العمل الصالح في السور في سورة الحج، ليه؟ سأذكر لكم ذلك بعد قليل، ولكن فكروا إلى أن أخبركم بذلك الأمر. وقال عز وجل في الموضع الثاني من سورة الحج: إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباس فيها حرير. هنا الإخبار عن النعيم أكثر من الأولانية، مش كده؟ اسمعوا الآية الأولانية في التبشير والآية الثانية في التبشير. الآية الأولانية: إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار، إن الله يفعل ما يريد. الآية الثانية: إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها إيه؟ حرير. إذن التنعيم وخبر البشارة في الآية الثانية أعظم منه في الآية الإيه؟ الأولى. طب ننظر في الآية الثالثة: قل يا أيها الناس، دي مسألة برضك جميلة، قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين. إنما أنا لكم نذير مبين، فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات. وقال تعالى في الموضع الرابع: الملك يومئذ لله يحكم بينهم، فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم. أكثر سورة فيها ذكر الإيمان والعمل الصالح سورة الحج، أكثر من سورة البقرة. سورة البقرة جزئين وثلاث أرباع ونص، يعني 8 و8 16 وثلاثة ونص 19 ربع ونص سورة البقرة، وفيها موضع أو موضعين فقط فيها ذكر الإيمان والعمل الصالح. سورة الحج 4 أرباع فقط، 4 أرباع فقط، وفيها 4 مواضع فيها ذكر الإيمان والعمل الصالح. لعل السبب في ذلك إن ما فيش هناك سورة نص الله تعالى على ذكر أنها تدل على مبنى من مباني الإسلام مثل هذه السورة. مباني الإسلام بعد التوحيد إيه؟ الحج والصلاة والزكاة والإيه؟ والصوم. هل هناك سورة اسمها سورة الصيام؟ لا. طب سورة اسمها سورة الصلاة؟ لا. سورة اسمها سورة الزكاة؟ لا. سورة اسمها سورة الحج؟ أيوة، فيه للدلالة على أن الحج فيه مقاصد شرعية عظيمة جدا، ودي لفتة ينبغي أن نقوم بدراستها.
لماذا خص الحج بالذكر بصورة بحالها تساوي صوت الحج؟ لماذا؟ إذا الحج ده في أسرار غير موجودة في غيره من مبادئ الإسلام. يعني الحج فيه أسرار غير موجودة لا في الصلاة ولا في الصيام ولا في الزكاة. يا ترى ما هي هذه الأسرار؟ هذا الأمر يعني ينبغي أن يجتهد فيه المجتهدون، والله تعالى أعلى وأعلم. قال سبحانه وتعالى أيضا في سورة الزخرف: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. هنا ملمح لطيف أجعله بإذن الله تعالى بعد أذان العشاء. قوله سبحانه في سورة الإسراء: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين، ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. قوله سبحانه: الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين، هنا جمع بين الإيمان وماذا؟ والإسلام. فهنا الإيمان لما بطن والإسلام لما ظهر. الإيمان للدلالة على الباطن والإسلام للدلالة على الظاهر. إذن المقصود بالإسلام هنا العمل الصالح. ويدل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث الأشج العصري وهو حديث وفد عبد القيس قال: وأمركم بأربع، فأمرهم بلا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان. وصوم رمضان، فهذه الأربع هي من جملة الإسلام. ولذلك العلماء في تعليقهم على هذا الحديث في صحيح مسلم قالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام فسر الإيمان بما فسر به الإسلام. إذن المقصود بقوله وكانوا مسلمين أي يعملون أعمال المسلمين من الصلاة والصيام والزكاة والحج إلى غير ذلك. إذن قوله وكانوا مسلمين أي كانوا يعملون الأعمال الصالحة. وقال سبحانه في سورة محمد صلى الله عليه وسلم: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعماله، والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. هنا قال والذين آمنوا وعملوا الصالحات، ثم قال وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم. الله، ما هو لو قال، لو اكتفى بالإيمان والعمل الصالح لدخل الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم من جملة الإيمان. يعني لو قال والذين آمنوا وعملوا الصالحات كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم لتم المقصود، ولكنه قال وآمنوا بما نزل على محمد، إذا خص ذلك بالذكر لأن المشركين يكذبون بما نزل على محمد، فكان التنويه بذلك من جملة التخصيص. وقال سبحانه: ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار. وقال سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. وقال سبحانه وتعالى في سورة العصر: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
قال محمد بن الحسين الأجري: ميزوا رحمكم الله قول مولاكم الكريم، هل ذكر الإيمان في موضع واحد من القرآن إلا وقد قرن إليه العمل الصالح؟ وقلت لكم من قبل أن العطف هنا لا يعني المغايرة، ولكن العطف هنا يعني الإيه؟ الاقتران والملازمة. العطف هنا لا يعني المغايرة، وإنما يعني الاقتران والملازمة. وهذه المسألة بسطتها من قبل منذ حوالي 5-6 مجالس، والله تعالى أعلى وأعلم. وقال تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. ودي مسألة مهمة جدا، إن شرط العمل المقبول المرفوع إلى الله عز وجل أن يكون صالحا، أن يكون صالحا. طيب ما معنى صالحا؟ فسر ذلك الفضيل ابن عياض عليه رحمة الله فقال: أن يكون خالصا صوابا، أن يكون خالصا صوابا. إذا ما المقصود بالعمل الصالح؟ الجواب: المقصود بالعمل الصالح العمل الخالص لوجه الله، الصواب على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أتى المصنف هنا ببعض النصوص التي في أسانيدها ضعف ولكن معانيها صحيحة، فنذكرها للمعنى لا للصحة. من جملة ذلك حديث من غير ترتيب، حديث الحسن رقم 277 قال: قال قوم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا لنحب ربنا. ناس في عهد النبي عليه الصلاة والسلام قالوا: إنا لنحب ربنا، فأنزل الله تعالى بذلك قرآنا فيه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وذكر بعض أهل العلم أن قوما ادعوا محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فابتلاهم الله بهذه الآية، فابتلاهم الله بهذه الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وهذا الحديث في إسناده كلاما. الحديث رقم 279 حديث جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن حسين عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وهذا الحديث لا يصح بل هو حديث موضوع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان قول باللسان وعمل بالأركان ويقين بالقلب. هذا حديث موضوع ولا يصح رفعه، ولكن المعنى المعنى صحيح. الذي يليه مباشرة إسناده ضعيف، وهو حديث علي رضي الله تعالى عنه، وكذلك حديث عبد الله المسعود قال: لا ينفع قول إلا بعمل، ولا قول إلا ولا عمل إلا بقول، ولا قول وعمل إلا بنية، ولا نية إلا بموافقة السنة، ولا نية إلا بموافقة السنة. وهذا إسناد ضعيف جدا. الذي بعده أيضا مثله في الضعف، حديث الحسن قال: الإيمان قول، ولا قول إلا بعمل، ولا قول وعمل إلا بنية، ولا قول وعمل ونية إلا بسنة. أنا ذكرت هذه الآثار وقدمتها بالنسبة لترتيب الكتاب، لأن الحديث عن معنى العمل الصالح،
فالصالح الخالص لوجه الله، فهذا متعلق بالنية. الصواب على سنة رسول الله، فهذا متعلق بالماذا؟ بالسنة والمتابعة. فكان من جملة الفائدة ذكر هذه الآثار مع ضعفها في هذا المقام. قال محمد بن حسين، وهذه آخر فكرة موجودة في درس اليوم وبها الختام: وكذلك ذكر الله تعالى المتقين في كتابه في غير موضع ودخولهم الجنة، أي ذكر دخولهم الجنة، فقال: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. وقال سبحانه: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. وقال سبحانه وتعالى: إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. يبقى ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. وقال تعالى في سورة المرسلات: إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. فدل ذلك على أن العمل من أسباب دخول الجنة، أو سبب لدخول الجنة. العمل سبب لدخول الجنة. والحديث الصحيح، واعلموا أن أحدا لن يدخل الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فعندنا حديث نفى دخول الجنة بالعمل، وعندنا آيات فيها دخول الجنة بالإيه؟ بالعمل. ما الجمع بين الآيات والحديث؟ الجمع بينهما بأن العمل المنفي بالبائي اللي هو لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، العمل هنا هو العمل الذي يفهم أن ثمنه الجنة. فالباء هنا هي باء الثمن والعوض والمقابلة، باء الثمن والعوض والمقابلة. تقول: بكم هذا الجهاز؟ طبعا مع جهل الشديد بأثمان الأجهزة، ما ثمن هذا الجهاز؟ أقول لك: ب200 جنيه. ينفع ولا أغلى من كده؟ ب200 جنيه مثلا. ب200 جنيه. بكم القلم؟ ب1 جنيه. يبقى ديت الباء دي هي باء الايه؟ الثمن. باء الثمن بثمن، باء المقابلة. يعني ادفع الفلوس وخد الجهاز، ادفع وخد القلم، باء المقابلة، باء العوض. يعني زي ما انت تاخد دي بتاخد دي. طب هل العمل الصالح ينفع ان يكون ثمنه الجنة؟ ينفع؟ ما ينفعش. فانت لو انت اطعت ربك ليل نهار صبح مساء، وسلطت على مالك جميعا لتنفقه في مصارف الخير، ما وفيت نعمة واحدة من نعم الله عز وجل. يعني لو انت عندك مثلا 60 مليار دولار، وانت راجل صوام وقوام تنفق مالك ووقتك كله لله عز وجل، وانخلعت من مالك لله، ما كفأ ذلك نعمة واحدة، ونعمة البصر أو نعمة السمع. لا يمكن، لا يمكن. يبقى إذن كل ما تفعل من طاعات لا يكافئ نعمة، لا يكافئ نعمة. وقال الله: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. يبقى الطاعات بتاعتنا ديت ما تناسبش تدخلنا الجنة، ولو دخلت طاعات الجنة مش الطاعات بتاعتنا دي. طاعاتنا دي طاعات ما تنفعش. احنا بنصلي الله المستعان، الناس بتصلي وتطلع من الصلاة مش عارف يا ترى صلت 5 ولا 4 ولا 3.
الإمام يغلط في الصلاة ولا واحد يذكره، ليه؟ الناس كلها سرحانة، ناس في دماغها أما حاجة تقلب الصلاة وتجري، خد بالك إزاي؟ مش دماغها. لا، لو أنت قلت له الإمام صلى 5 ركعات، لا والله هو مش عارف صلى كم ركعة، ولو الإمام سجد 4 سجدات في الركعة برك مش دماغه، طالما الإمام بيزق أو بيسجد وراه خلاص مش عارف، لأن الناس في غفلة، الناس متهولة. فصلاتنا الله المستعان، وزكاتنا الله المستعان، وصيامنا وصدقتنا وكل طاعتنا الله المستعان. فلا يمكن أبدا أن الطاعات بتاعتنا ديت تكون سببا في دخول الجنة. يبقى إذا الباء المنفية في الحديث هي باء الثمن والمقابلة والعوض، باء التجار، باء التجار ما تنفعناش ما تدخلش الجنة. والباء المثبتة هي باء السبب، باء الايه؟ السبب. اذا انت دخلت الجنة بسبب الطاعة، مش الطاعة اللي دخلت الجنة، واخد بالك ازاي؟ زي مثلا انت مريض فرحت لطبيب مشهور جدا 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 فازددت مرضا، فلسه طالب كده متخرج السنة دي بسيط، فادالك حباية علاج وقال لك خد دي، اخدتها كان بها البر، تقول اللي شفاني الطبيب ولا تقول كان سببا في الشفاء؟ كان سببا في الشفاء. كذلك عملك ده سبب في دخولك الجنة، ليس هذا العمل ثمن دخول الجنة. فدي مسألة مهمة جدا، وانتبه لهذا المعنى. إذا الباء المثبتة هي باء السبب، والباء المنفية هي باء العوض والمقابلة، وفارق بين الاثنين. إن شاء الله نكتفي عند هذا القدر، ونواصل بقية الآثار في الدرس القادم، والله تعالى المستعان. إن شاء الله سنأخذ الأسئلة سأجيب على الأسئلة في بداية الدرس القادم، يعني الأسئلة النهاردة أخذها وأقرأها وأجيب على بعضها في بداية الدرس القادم إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.